اهلاوي محترم من العيله الاهلاويه. طب خليني اكلمك بقى عن بطوله العالم. انت ما توفقتش تروح، الناس بس عشان تبقى فاهمه، انت ما قدرتش تروح عشان ما خدتش تاشيره امريكا، وانت كنت معايا في الحلقه اللي كانت قبل بطوله العظماء الثمانيه، وقلت لي في محاولات ان احنا ناخد التاشيره ودخلنا فيها الوزاره، وكان كابتن امير وجيه بيساعدك في الموضوع ده بعلاقاته براجل يعني عاش في امريكا سنين طويله. ايه اللي حصل؟ الموضوع بس يعني موضوع ان احنا كنا بنبعت ايميلات للسفاره، والسفاره كان فيه بيبعتوا رد اللي هو سريع كده اوتوماتيك ريبلاي على طول. ان المشكله ان انا رحت شفت السفاره عليها ضغط كبير جدا، ما فيش تقريبا واحد او اتنين هم اللي بيشتغلوا، وانا عذرتهم بصراحه في الموقف ده. عشان طبعا لحالات الكوفيد وكده، واللي هيسافر مش يعني اللي هيسافر يكون عايز يتعالج بره، عايز اخر عايز يتعالج بالظبط اخر طبعاً حاجه، اغرى من الصحه. في اولويات كتيره، في ناس تاشيرات خلصانه وفي بالظبط. فانت طبعا عذرهم. الدنيا كانت صعبه جدا، حاولت بشكل كبير جدا ان انا اخدها بدري شويه. طب نصيحه، كمل في تاشيرتك عادي، حاول تاخدها. ما هو انت دلوقتي بتروح كتير، يعني ما تستناش. انا خدتها يوم السفر، يعني انا كنت المفروض انا طيارتي دي معلومه جديده. لا طيارتي كانت الساعه 1:30، انا كتبت كده في الصفحات عندي على السوشيال. ما لحقتش تسافر بس. ما لحقتش اسافر، ان للاسف اخر طياره كانت الساعه 1:30 بالليل، واسافر 22 ساعه. 22 ساعه وكنت هوصل على الماتش على طول. يعني كمان اداره هناك قالت لي هتلعب ماتشك بالليل، وهنعمل البي سي ار الصبح ونشوف النتيجه بالليل، وتستنى النتيجه وبعد كده تخش تلعب. كعبله ومش هتبقى. حسيت ان انا رايح يعني بعد البطوله دي، طبعا راح نفس على بطوله مش رايح. فشفنا انا والتيم بتاعي في النادي الاهلي وكده ان احنا لازم يعني كلهم. اول لما انا كان في سنه يعني اللي هو قلت لهم يا جماعه هل ده وضع ان انا اسافر في الوقت ده ويعني اوصل على الماتش على طول، وفرق التوقيت، وكان نفسي ان انا اروح قبلها باسبوع. بس طبعا كل الشكر طبعا لكابتن محمود الخطيب وكابتن خالد مرتجي ونائب محمد الجرحي، ساعدوني بشكل كبير جدا في ان انا اخلص يعني اخد الفيزا. ان من غير الفيزا دي انا مش هقدر العب، يعني السنه دي كلها مش هقدر العب. ان احنا حتى انا مسافر ان شاء الله امريكا، ان ما ينفعش نخش انجلترا من طريق مصر. محطوطه دلوقتي في لازم نقعد 10 ايام وكده، فلو دخلت من طريق امريكا تخش انجلترا. فكل حاجه بقت دلوقتي بقت ترانزيت امريكا ليها بالظبط.